مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حصة الرياضيات مع الأستاذ أيمن الكامل. سوف نتحدث اليوم أبنائي الطلاب عن الوحدة 12 التي تتحدث عن التمثيلات والبيانات. سؤال الوحدة: كيف نستعمل التمثيلات لعرض البيانات والإجابة عن الأسئلة؟ لقد درسنا شيئين من التمثيلات، من يذكرهم لي؟ أحسنتم، أول شيء النقاط والشيء الثاني ممتاز، الشيء الثاني هو الأعمدة. الأهداف المتوقعة في نهاية هذا الدرس: رقم 1، أن ينشئ الطالب تمثيلا بالنقاط لتنظيم وعرض البيانات بطريقة صحيحة. رقم 2، يرسم تمثيل بياني بالأعمدة ويستعملها في حل المسائل. سوف نبدأ درسنا اليوم أبناء الطلاب بلعبة تسمى مسابقة الكشافة، هيا بنا نلعب. السؤال الأول: ما عدد الأوراق النقدية من فئة 5 ريال لدى جاسم؟ لدينا تمثيل بالأعمدة، وهناك فئة 1 ريال، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريال. السؤال يقول: ما عدد الأوراق من فئة 5 ريال؟ نذهب إلى 5 ريال، نجد أنه يدون 3 مربعات أو وصل إلى العدد 3. إذن عدد الأوراق كم يا أبطال؟ أحسنتم، عدد الأوراق هم 3. هيا بنا. صحيح، ممتاز، أحسنت. السؤال الثاني: بكم يزيد عدد الأوراق النقدية من فئة 1 ريال عن الأوراق النقدية من فئة 5 ريال؟ بكم يزيد؟ أحسنتم، ناقص. نطرح الفئة 1 ريال من فئة 5 ريال. كم ورقة في فئة 1 ريال؟ هناك 5 ورقات، وفئة 5 ريال 3 ورقات. إذا نطرح 5 ناقص 3 كم يساوي؟ ممتاز، 5 ناقص 3 يساوي 2. إذا الجواب هو 2. السؤال الثالث: هناك جدول به مجموعة من الأرقام ومجموعة من الأشياء، القلم الأحمر، قلم أزرق، قلم رصاصي. القلم الأحمر 6، القلم الأزرق 8، القلم الرصاص 9. ما هو أطول شيء؟ ما هو أطول شيء أبناء الطلاب؟ أحسنتم، 9. طب 9 ما هي؟ أي شيء هو 9؟ أحسنتم، القلم الرصاص. إذن الجواب هو قلم رصاص. نشوف الإجابة صحيحة ولا لا. أحسنتم، إجابة صحيحة. والآن مع سؤال يبين لنا طريقة التمثيل بالنقاط. قاست هدى طول بعض الأدوات المكتبية وسجلتها في جدول، استعمل بيانات الجدول لإنشاء تمثيل بالنقاط. هذا هو الجدول، لدينا محاة، مسطرة بلاستيك، وصمغ. كيف نمثل بالنقاط؟ العدد الأول هو 3، نذهب إلى العدد 3 ونضع ونضع نقطة عند العدد 3. المسطرة البلاستيكية عند العدد 9، نذهب إلى العدد 9 ونضع نقطة عند العدد 9. الصمغ 6، نذهب إلى العدد 6 ونضع نقطة عند العدد 6. ثم نتناول بعض الأسئلة. السؤال الأول: أيهما أطول، الصمغ أم المسطرة؟ الصمغ يساوي 6 والمسطرة تساوي 9، إذن الجواب هو، أحسنتم، المسطرة. السؤال الثاني: ما الأداة التي طولها 6 سنتيمترات؟ 6، الأداة التي طولها 6 سنتيمترات، الممحاة أم المسطرة أم الصمغ؟ أحسنتم، الصمغ. السؤال الثالث: بكم يزيد؟ بكم يزيد تعني جمع ولا طرح؟ ممتاز، تعني عملية طرح. طول المسطرة عن طول الممحاة، المسطرة طولها 9 سنتيمتر، الممحاة طولها 3 سنتيمتر، إذن الجواب هو 9 ناقص 3 كم يساوي؟
6 سنتيمتر. هذا هو جواب السؤال الثالث. ننتقل الآن إلى سؤال آخر في الكتاب المدرسي صفحة 379. أكمل الجدول وأعرض البيانات على التمثيل بالنقاط. استعمل مسطرة. أقيس طول القلم الأخضر ثم أسجل القياس في الجدول. إذن نحتاج إلى المسطرة. نحضر مسطرة أبناء الطلاب. هذه المسطرة. نضع البداية عند صفر وننظر إلى النهاية. النهاية بعد الثمانية ولكن لا تصل إلى علامة المنتصف. إذن طول القلم الأخضر هو كام؟ هو ثمانية. ممتاز. انتهينا من السؤال الأول. السؤال الثاني. أنشئ تمثيلا بالنقاط لعرض كل طول. القلم الأخضر طوله ثمانية. إذن نذهب إلى العدد ثمانية ونقوم بوضع نقطة. الدباسة طولها ستة. نذهب إلى العدد ستة ونضع فوقه نقطة. المقص طوله ستة أيضا. نذهب إلى العدد ستة ونضع نقطة أخرى. أما الممحاة طولها ثلاثة. نذهب إلى العدد ثلاثة ونضع نقطة. إذن التمثيل بالنقاط أي أننا نضع مكان كل رقم نقطة فوق العدد على خط الأعداد. والآن ننتقل من الجزء الثاني من درسنا اليوم الذي يتحدث عن تمثيلات بالأعمدة. صفحة 354 تدريب رقم 1 تدرب موجه. استعمل الجدول لإكمال التمثيل بالأعمدة ثم استعمل التمثيل بالأعمدة لحل المسائل أدنى. لدينا جدول يتحدث عن الحيوان الأليف المفضل لدى بعض الطلاب. الحيوانات الموجودة لدينا هي قطة، أرنب، طائر، سلحفاة. الأعداد تمثل عدد الطلاب الذين يفضلون الحيوان الأليف. فمثلا لدينا 4 طلاب يفضلون القطة و6 طلاب يفضلون الأرانب و2 من الطلاب يفضلون الطيور و3 يفضلون السلحفاة. نذهب بالعدد 4 أمام كلمة قطة ونلون 4 من المربعات. إذن كوننا عمود مكون من 4 مربعات. لدينا 6 طلاب يفضلون الأرنب. نذهب إلى الأرنب ونلون 1 2 3 4 5 6. نذهب إلى الطائر. لدينا 2 من الطلاب. إذن نلون مربعين فقط. 1 2. لدينا 3 طلاب يفضلون السلحفاة. نذهب إلى كلمة سلحفاة ونلون 1 2 3. إذن لدينا 4 طلاب يفضلون القطة، 6 طلاب يفضلون الأرنب، 2 من الطلاب يفضلون الطائر، و3 طلاب يفضلون السلحفاة. الجزء الثاني بعض الأسئلة التي سوف نحلها باستعمال التمثيل بالأعمدة. ما عدد الطلاب الذين اختاروا القطة؟ نذهب إلى كلمة قطة ونعد المربعات 1 2 3 4، أو نذهب إلى آخر العمود وننزل إلى الأسفل سنجد أن لدينا كم من عدد الطلاب؟ 4 طلاب. نكتب العدد 4. السؤال رقم 2. ما الحيوان الأليف الذي اختاره أكبر عدد من الطلاب؟ أسمع أحد الطلاب يقول لي 6. هنا لم يطلب منك العدد ولكن طلب نوع الحيوان الأليف الذي اختاره أكبر عدد من الطلاب. ما هو الحيوان؟ أحسنتم، أرنب. إذن الحيوان الأليف الذي اختاره أكبر عدد من الطلاب هو الأرنب. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الغلق الختامي. وسؤالنا المعتاد، ماذا تعلمنا اليوم يا أبطال؟ تعلمنا اليوم إنشاء تمثيلا بالنقاط لتنظيم وعرض البيانات بطريقة صحيحة. تعلمنا أيضا رسم تمثيل بياني بالأعمدة واستعماله في حل المسائل. وإلى هنا أبناء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.